شو؟ مو نازل على المجلس اليوم؟ اعتبري يوم عطلة رسمية. عطلة؟ هي سمعة. طيب هات لشوف شو مناسبة العطلة؟ خلينا نحن نعطل بعدين بنحدد المناسبة. ايه بصير. ما انت السلطان. انا صحيح سلطان بس ما عليك. طيب عندي اقتراح. بما انه اليوم عطلة، شو رأيك نعطل من بعض شوي؟ فيني اطلب منك طلب؟ اوعك، انا رفعت ايدي عنك نهائيا، ما بقيت اتحمل. ليش هيك؟ يعني ليش انت دائما تسيئين الظن بي يا شهرزاد؟ لاني خابستك وعجنتك حبيبي. ولكن هذه المرة سأفاجئك. اريد منك ان تحكي لي حكاية. حكاية شو؟ الله يرحم زمن الحكايات، ما انت بتعرف انه الحكاية صارت ممنوعة. ولكن هذا يوم استثنائي، يجوز فيه ما لا يجوز بغيره. تعرف اني انا كمان اشتقت للحكاية؟ غريبة، لما كان لي مسموح اني احكي سكتت، ولما صار ممنوع اشتقت. كل شيء ممنوع مرغوب. ونظر وردان إلى وجه محبوبته كهرمان فسقط على الأرض مغشياً عليه. إيه وبعدين كملي. رشود ماء الورد فأفاق. ونظرت كهرمان إلى وجه محبوبها وردان فشوف سقطت على الأرض مغشياً عليها فرشوها بماء الورد. وحين أفاقت نظر وردان إلى وجه كهرمان. إيه ماذا حصل؟ شو؟ سقط وردان مغشياً عليه فرشوه بماء الورد. وما أن أفاق وما أن نظرت كهرمان إلى وجه محبوبها وردان حتى وقعت على الأرض مغشياً عليها فرشوها بماء الورد. وبعدين شو صار؟ شوقتينا. ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ بس وصلنا لذروة الحدث. ما بعرف. كملي شو صار؟ شلون بدي كمل؟ هلا هيك بدك تتركيهم ملوحين بالأراضي معرفانين راسهم من رجليهم؟ ما حبيتها منك بنوب يا شمس النهار بنوب. شمس، أنا هلا بدي أعرف شو صار مع كهرمان، لأنه مو بس وردان حبة وأنا حبيتها كمان. لك خلص ما بدها، لا إلهم شي نهاية سعيدة وجوزيهم، حرام خطاي. لا بلا ما يتزوجوا، يتركها وردان ويخليها تسيع وتضيع ويبيعوها في سوق الجواري ويبعتني أنا مولاي السلطان أشتريها وأجيبها هنا للقصر بيتملى شوفتها. يو تضرب، هذا همك تملي القصر كله جواري؟ أصلا ما عندك ذوق نهائيا وعينك فارغة. بمزح، كنت أشوف شكوني غريان. غار؟ من شو بدي غار؟ الواه الواه عليك، أصلا عندي ثقة بنفسك. شو بدنا بهالحكي هلا؟ كملي شمس النهار. مو عرفانة. شو؟ ليش؟ Yes. This is the right place. تركتي كهرمان ووردان مغشين عليهما على الأرض وخلص ماء الورد. مو هون كنا؟ بلا هون كنا. وين صرنا هلا؟ أيوة، استغلوا هذا الوقت غيبوبة العاشقين فراحوا ركضوا كلهم بسرعة قطفوا الورد ونشفوه ورشوه وعملوا عشر وحولوا اللي ماء ورد وعبوه وسطلوا وجابوه. ولي يا لطيف يا لطيف، شو هاد؟ شو هاد؟ أنا بحلم ولا بعلم؟ أنت وين؟ أنت مين؟ منيح اللي صار الانفجار لحتى تفيق من النوم. اكيد انفجار، اكيد هذا انفجار. ليكون
ليكون اسطوانة غاز بالمطبخ يا شرسة. لا حبيبي، الجواري اليوم عطيتهم إجازة. إن لم تكن اسطوانة غاز فما سبب هذا الانفجار إذن؟ الانفجار بعيد، يعني برات القصر. أترى الحرب اشتعلت أو ولعت؟ ليش أنت شو فارقة معك إذا كانت حرب؟ ولا بدك تتخبى منها تحت التخت؟ كفى هراء يا امرأة، كفى هراء. إن قامت الحرب سأقوم معها وأشارك فيها، وخاصة إن كانت حرباً عالمية. نحن الآن من العالم. أنت تبع حروب أنت؟ كفى، قلت لك كفى. صحيح أنا سلطان السلام، ولكن إن جنحوا للسلم جنحت معهم، وإن جنحوا للحرب جنحت للسلم أيضاً، ولكن ربما ندفع إليها دفعاً ونجبر عليها أيضاً. إلا أرتاح حبيبي ارتاح، أصلاً اليوم عطلة، عطلة رسمية، وبالتالي ما لازم تفكر بالحرب، فكر بس بالسلم. ولكن ما هذا الانفجار؟ ما هذا الانفجار؟ لا أريد أن تقوم الحرب وتأخذني على حين غرة. قلت لك ارتاح، الانفجار بعيد يعني برات القصر. على كل، إذا كانت حرب لبين ما توصل لعندك بتكون انطفأت نارها وتحولت إلى رماد. طالما هي بعيدة ومن الخارج أنا ما راح أعرف أعصابي خربت عليت عمرت نزلت عن تختي، ما راح أبعد. Moments. All the history of humanity, all the future will be changed completely. يا صباحي بطلنا نسمع الانفجارات. اي والله كأنه انتهت الحرب. اي بيكونوا امنوا بالدين ان شاء الله. يا رب يكونوا وقعوا معاهدة سلام. ان شاء الله ان شاء الله. بلكي بنخلص ونرتاح بقى من هالقصة. ايه وشمس النهار بتكمل لنا الحكاية. اي حكاية؟ جيب شو نسيتي حكايتك تبع وردان وكهرمان؟ وظلوا على هذه الحال وهذه المنوال. هو يخشى عليه ويرشوه ويفيق وينظر، وهي يخشى عليها ويرشوها وتفيق وتنظر، وهكذا وهكذا وهكذا. وكان لهذا وقع كبير على البلاد، وانتشرت زراعة الورد، وازدهرت صناعة عصر الورد وتقطيره وإنتاج ماء الورد. وسطل ماء ورد رايح فاضي، وسطل ماء ورد راجع. لك ايه خلصينا بقى الشمس، اختصري مشان الله. اوف وبلا طول سيره، مرت الليالي والايام والشهور والاعوام والسنين، وهو يخشى عليه ويفيق، وهي يخشى عليها وتفيق، يعني بالتناوب. الى ان جاء يوم خلص ماء الورد بالبلاد كلها، وما عاد لاقوا بنوب بنوب. فاضطر وردان وكهرمان إلى أن يفيقا معا. طلعوا بعيون بعض. هيك ها هلأ زبطتيها، بحبون هدول النهايات، بحبوا غرام وانتقام. يلا كملي. وكانت المفاجأة، وإذ بهما عجوزان كهلان على حافة قبرن. على قامت هيك نهاية. شو خزيانون الزمان؟ لسه هلأ بلشي بالقصة. أي خبر؟ أي شخص؟ هذا يا مولاي السلطان إفرنجي غريب خواجة يعني، والظاهر يا مولاي أنه مهبوش شوي، عقله مخطوف. ماذا يريد؟ لا يريد شيئا يا مولاي، قاعد هناك فوق التلة ويقول أنه جاء من السويد، أي من الديار الإسكندنافية. وما هذه الديار؟ هي ديار سلم أم ديار حرب؟ لا أدري يا مولاي لا أدري، ولكنه سمع بدياركم العامرة بما فيها من حريات، بحيث تمارس مولاتي شهرزاد حرية التعبير، ويمارس كل من هب ودب حرية التعبير والتفجير. وماذا يريد؟ وماذا هذا من شر الانفجارات في المنطقة هي؟ يخرب بيت. وماذا يقول؟ يقول يا مولاي أنه ترك بلاده لأن سقف الحرية فيها واطي ولا يسمح له بتجاربه. ألا يوجد لديهم من آخر علمي مناسب لهذا؟ لا يوجد يا مولاي هناك. إنما هنا يا مولاي يوجد كل شيء. خرب بيته، يخرب بيته، راح يعمل ارتشاش بدماغي. وماذا قال لك أيضا؟ فلهذا يا مولاي قصد دياركم العامرة
وسلطنتكم الزاهرة ليطلب اللجوء السياسي واللجوء العلمي معا. يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب، يا هلا بالنجمي، يا هلا بالنجمي. إذن هل قبلت به يا مولاي؟ طبعا ويل، طبعا هذا نجمي. لو سأل فيه لا تسأله شو بده ولا تسأله عن اسمه قبل ما يمر 3 أيام، هذا ضيفنا، ضيفنا. ولكنني سألته يا مولاي وعرفت ماذا يريد. وما يريد؟ يريد يا مولاي أن يخترع البارود، وهذا البارود يا مولاي. شو قلت لي اسمه هذا؟ هذا اللي عم يخترع، شو اسمه؟ اسمه الديناميت يا مولاي. وينه؟ وانا اقول بارود. ولكنه يا مولاي خايف، خايف. واو واو واو، احسب الناس فيه. يا هلا يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب بالنجمي، بالنجمي. فقال لي حاله انه يجي على غيار ما بتهز الفجارات ولا احزمه ناسفه ولا بتهز وتعثر فيها. يا ليكتور ما تخلينا نعرف نتكلم مع مولانا السلطان. يا زلمه يا بارود، كيف يصلح هذا البارود يا مسرور؟ يا مولاي معه كيس وفيه شويه طحين هيك اسود، ويحفن له شويه على الارض ويمد فتيل يا مولاي، واشحط عود كبريت ويولع الفتيل، ها والفتيل يولع شوية بارود، وما شاء الله يا مولاي. عالم يا مولاي، عالم. عالم بشو؟ بيقول عالم في الكيمياء. يا هلا ومرحب، يا هلا ومرحب بكل العلماء، علماء التفسير والكيمياء معا. عندك 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 يا ولد، الأرض 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 الأرض. ما في دخان بلا نار، انا اول مره بشوف دخان من غير نار. مسؤول امر مولاي، اذهب الى هذا الرجل العالم المخترع وقل له ان السلطان شريار يقبلك لاجئا سياسيا، لاجئا علميا، وبعد ان ينتهي من اختراعاته هذه لح عليه واطلب منه انه شريار عزمك على الغداء. امر مولاي. شو ادري في ديارنا رجل عالم، سبحان الله، الرجل المناسب في المكان المناسب. بكرة هو بدر البدور يتبادلون الخبرة والتجارب العلمية. بدر البدور خبرة وعلمية، خليها بالطبخ أحسن له. تفضل حبيبي تفضل. خواجة يفتح الديناميت. مولاي السلطان قابلك لجيء سياسي ولجيء علمي كمان. ها؟ ها انت وعزمك اليوم على الغداء وعلى العشاء وعلى الفطور. اوه ها ها ايه انت انت اوكي دب اغراضك. وين اغراضك؟ هير ليتس جو. هيا هيا هيا. شهرزاد لا تتركيني لحالي معه،
انت عقلك وخيالك العلمي اكبر مني بكثير. طول بالك شو صاير لك مثل الولد اللي فرحان بهديه. هل هناك اكبر واجمل واثمن من هديه العلم يا شرزاد؟ لا طبعا، بس المثل مولاي. او اهلا اهلا وسهلا بك حبيبت، اهلا ووطيت سهلا، اهلا من قدك لقديدك. تفضل تفضل، بعرفك حرمتي وزوجتي السلطانة شرزاد. هلو. طبعا السلطانة هذه أول مرة تظهر فيها على الغرباء. Strangers in the night. نحن سمعنا عنك كثير وعرفنا عنك كثير، بس ما تشرفنا بالاسم. اسم الكريم محسوبك دايلك بطولة الأمر. ألفريد نوبل. ألفريد ألفريد، أهلا بألفريد، أهلا وسهلا بألفريد. ونوبل ونوبل كمان. الحقيقة حصلنا عن نوبل بمعرفتك. نحن هون بنسمع بالنوبل وبنعرف النوبل منيح. بتعرف شو يعني النوبل؟ النوبل هو هو النبل، الشرف. في مثل بيقول شرف البنت ما يولعش غير مرة واحدة، مثل عود الكبريت يعني. كبريت! What a coincidence! يا للمصادفة! أنا بولع الفتيل بالكبريت والفتيل بولع الديناميت. شايفة يا شرزاد؟ شايفة؟ نحن وإياهم بيننا علوم مشتركة. أجل علوم مش... مسرور مسرور، دعنا وحدنا. ما زلت هنا، هذا سلطان العلم وأنا سلطان هذا المكان. دعنا وحدنا، هناك حوار خاص. تفضل تفضل تفضل. معذرة يا مولاي، كان بدي أسأله سؤال وجيه. هل هناك اختراع جديد لقطع الرؤوس؟ أو لازال السيف؟ أو راحت موضة السيف؟ الظاهر نايم على ودانه. الفرنسيون اخترعوا المقصلة من زمان وبطلت كمان. هيا هيا هيا، مقصلة مقصلة الآن، مقصلة يا بسؤول. دعنا وحدنا، دعنا دعنا. شرزان شرزاد، شايفة؟ شايفة؟ أنا وأخي نوبل صحيح ما أننا من فخد أو عشيرة واحدة، ولكن هناك أمور كثيرة بيننا مشتركة. مثلا هناك قرابة العلم وحب العلم. بيقولوا صراع حضارات. أين صراع الحضارات؟ هذا ليس حوار حضارات فقط، إنه تمازج و... 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 وتمازج أيضا عجيب. طيب بما أنكم أنتم اثنين كثير كثير متفقين لهالدرجة، فأنا بتركم لحالكم شوية تقضوا وقت. شو رأيك؟ يلا أنشنتي. ما في شيء، زعلان شوية من مولاي السلطان. يا زلمة، حدا بيزعل من مولانا السلطان؟ ما بعرف شو اللي صار له، انهبل لما شاف ألفريد نوبل. مين هذا ألفريد نوبل؟ هذا اللي اخترع البارود والديناميت، مع أني أنا اللي حكيت عنه وشفته وعرفته عليه، وجيت أقعد معهم طردني. لك بسيطة، لك مسرور، بسيطة ملحوقة شباك. مو مولانا السلطان بتعرف أكثر سلطان وزعيم بيحب العلم وبشجع العلماء، بكرة بيعقد لك جلسة مشتركة مع هذا العالم الأجنبي، بتتبادل أنت وياه أطراف الحديث وبتستفيد منه وبيستفيد منه. فكرك؟ لك طبعا، شو بتعرف مولانا السلطان أكثر مني؟ خلاص خلاص، روّق روّق. بعدين مولانا السلطان عم يخفف العمالة، حيجيب ديناميت بدل كل موظف. أنا معايا سيل ديناميت. أنا بعت وراكم لحتى أطمنكم على أصوات الانفجارات اللي سمعتوها، ما هي إلا عبارة عن بحوث كان عم يعملها ضيف مولاكم السلطان اللي هو لاجئ سياسي أو لاجئ علمي، لأنه عالم كبير. مشان هيك حضروا له شيء يشربه، إكرام الضيف دفنه، إكرام الضيف واجب. تفضلوا تحركوا 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 بسرعة بسرعة بسرعة. مرض موضوع جدي يا بنت. مسيو نوبل، هلا انت لما فكرت انك تعمل هذا الاختراع، والان هو يستخدم فيما بعد، يعني نحن الان الحوار هو في زمن مفقود، اذا ما رح تبيعه للي عم بيعملوا احزمه ناسفه وسيارات مفخخه والى اخره، لمين بدك تبيع هذا الاختراع؟ I'm sorry
I am very very sorry. طبعا لو كنت بعرف بيوم من الايام ان الديناميت اللي اخترعته راح يروح باهداف غير انسانيه كما يحدث هذا اليوم في العالم اجمع ما كنت اخترعت هذا الاختراع ابدا. بعدين الرزق على الله وليس على العبد. الحمد لله ونعم بالله. بعدكم عم تحكوا شهرزاد؟ تعي اسمعي هذا الهرج. الحكي الحقيقه بالعلوم والعلم يعني شيء ما بينشبع منه. الا لشهرزاد شو ناوي تعمل؟ احكي له. بصراحه انديد كان بدي هذا الاختراع وما زلت يكون في سبيل المصلحه العليا للبشريه والانسانيه. مصلحه عليا للبشريه والانسانيه؟ نعم. هذا بارود وديناميت يعني بيتفجر وبيفجر، كيف يعني؟ ما هذا اللي مضايقني. I don't feel good nowadays after all what I did in my life. بعد كل شيء اخترعته، هذا الاختراع العظيم اللي هو الديناميت الان يستعمل في الحروب والدمار والتخريب والتفجيرات. هذا الشيء عم بحسسني بتبكيت الضمير وما بعرف كيف بدي اريح نفسي، ما بعرف. الحقيقه شيء بحير ومربك وعويص. يعني عالم المفروض انه يخترع، بعدين بعد ما انه يخترع لازم يندم لانه اخترع شيء بحير. انت شو ناوي تعمل طيب؟ I don't know. ما بعرف. بعد ما وقع الفاس بالراس. I don't know. طيب شهرزاد احكي لك كلمة ليه ساكتة؟ ولا شيء. بس الحقيقة إني أنا عم فكر بحل حتى نطلعه من هالمأزق ونريح له ضميره. طيب ممكن نفكر بطريقة أسرع؟ أنت القعدة بتطلع معك الأفكار بسرعة كتير. هذا نوبل صديقنا لاجئ علمي عنا. طيب ليش ما بتعمل بعد ما تموت شي عملة هيك تمحي فيها ماضيك الأسود ونقطة سودة بحياتك إنك اخترعت الديناميت وتخلي الناس هيك تذكرك بالخير؟ مثل شو؟ ليش ما بتلم هالمصاري اللي طلعتها من اختراع الديناميت وتعمل منها جوائز وتوزعها على العالم؟ Splendid. Astonished idea. فكرة بصراحة wonderful. رائعة. بس لازم تكون جوائز عالمية تتوزع على كل الناس، على كل العالم، على كل الأمم قاطبة دون تفرقة. طيب منيح، هي الجوائز عن شو بتنعطى؟ لمين وكيف؟ ولو في أشياء علمية، أشياء أدبية، أشياء فنية، كثيرة، الخيارات كثيرة، بس يعني المهم إنه الناس يذكروك بالخير دائما. يا سلام يا سلام، وندرفول، عظيم. أها، وما دام ذكرت كلمة يا سلام فليش ما تكون الجائزة الأولى عن السلام؟ The base of humanity. Yes. ممتاز. وغيرهم؟ طيب أنت قلت أنك عالم كيمياء. نعم. ليش الجائزة الثانية ما تكون جائزة نوبل للكيمياء؟ صحيح. وما دام الكيمياء أخت الفيزياء فلحتى ما تزعل الفيزياء ويزعلوا من بعضه خلي الفيزياء ينوبة من الطيب نصيب وخلي جائزة للفيزياء. ثلاثة بس بيكون أفضل إذا نضاف لإلهم كمان جائزتين. هذا حكينا. يعني بصراحة أنا حابة أحكي ومو حابة وخايفة هيك أتدخل بشغلي مالي فيها. ولو معقول؟ نحن حالياً ما في بيناتنا أي حرج إطلاقاً. آها، يعني أنا عندي كتاب اسمه ألف ليلة وليلة وأنا مألفته. هذا الكتاب كله أشعار، كله حكاية وقصص ممتعة كتير، وبعتقد إنه صار مشهور بكل أنحاء العالم. I understand you. I got it. Very nice. Shahrazad and Shahryar, you inspire me a lot of ideas about my future. ممتاز. أنا بعتقد وتصور إنه لازم تكون الجائزة الرابعة جائزة الأدب. أما المشكلة العويصة، the last problem، جائزة number 5. هلأ بالضرورة كتير إنه يكونوا 5 جوائز؟ حلو 5 حتى لو كمالت عدد. طيب نوبل، ما رأيك بالطب؟ واو، very good idea. الجائزة الخامسة لنوبل هي جائزة الطب. هلا ريحتوني، أنا بقدر موت وأنا مرتاح بقبري، يكبوا علي تراب وعيني مغمضة وحاسس بالسلام. يا سلام. طيب قبل ما تموت بعيد الشر ما بدك تعلن عن الجوائز؟ Yes, of course. Of course. Thank you very much. وإذا بتكملوا معروفكم. Give me the permission to announce to the world, to all the humanity from here, Sultanate Shahryar
وشهرزاد، دعوني أعلن للعالم أجمع بأنني أعلنت جوائزي الخمسة في سبيل الإنسان والإنسانية عبر التاريخ أجمع. غريب والله، ما له بالعادة خلينا نجتمع مع هذا الزلم الغريب، ولا أنا غلطانة؟ لك الاجتماع مو مالك مفكرة، هذا اجتماع مع عالم، يعني اجتماع علمي بحت، رح نستفيد منه ويستفيد منا، يستفيد من تجاربنا ويستفيد من تجاربه، فهمتي؟ طيب نحن إذا بدنا نستفيد، قصدي إنه أنا يعني، فيني ألبس كتف لا وكتف لكتف إيه ولا لا هذا مرة بتقدري حبيبتي بتقدري، لك البسي وخلصينا بقى. أوكي. اسمعي مرات، هي امسكي. سلام سابقتك. هيا يا مسرور اسرع يا مسرور اسرع. هيا مو مش ما يكون زعلان من منانا سلطان لانه ما دخلت. طيب هلا دعانا على الاجتماع، لك شبك متباطئ. يلا يلا مسرور. لا بس انا افكر في المواضيع اللي يمكن اطرح معه. دي فرصه العمر يا اخي، لكان اسرع قبل ما يخلص عمرك بتروح عليك الفرصه. تعال glad and happy to be here at the court of Shahrazad and Shahryar too. واسمحوا لي بهذه المناسبة بما أنني أعلنت عن جوائزي الخمسة من السلطنة، سلطنة شهريار في الطب والسلام والفيزياء والكيمياء والآداب. And before that anybody can touch my idea, I would like to say that the first prizes of Nobel will be here in Shahryar Court. Thank you. اسمحوا لي بصفتي الناطق الرسمي باسم هذه السلطنة أن أرشح مولاي شهريار ابن جولانار لنيل جائزة نوبل للسلام. لأنه شخص مسالم يحب السلام ويرعاه، بل إنه رمز من رموز السلام، وهو أكثر قائد وزعيم ورئيس مسالم. أوكي أوكي أوكي، بناء على هذا الترشيح وحيثياته تمنح جائزة نوبل للسلام للسلطان شهريار. رشح بدر البدور لجائزة نوبل بالكيمياء. شكرا يا شمس النهار، على فكرة أنت الوحيدة اللي بالسلطنة بتعرف قيمتي. تقبري قلبي يا بدر البدور، يلا احكي شرحي. يا خواجة اللي بدي أقوله يعني إنه أنا ما بدي أتفشخر وهوبر وأحكي عن قدراتي بالكيمياء، بس الحقيقة إني أنا بستخرج عناصر من عناصر أخرى. يعني حضرتك إذا بتروح بتزور مطبخي فأنت بتلاقيه أشبه بمختبر، وفيك تلمس هذا الشيء. يعني عندما يتفاعل الحامض في ربع البندورة مع الحار في الزنجبيل بعد ذوبان العنصرين الـ H والـ O في الماء فينتج عن Stop please, enough. I don't understand anything from what you say. Sorry. على أساس حضرتك عالم كيمياء. إنني أسلم قطعا عفوا بس ما تفهمني غلط، يعني أنا مالي طمعاني بالجائزة على فكرة، بس بعد ما تموت حضرتك جماعتك رح يعطوا الجائزة للمدام كوري. أنا ما في شي بيني وبينها أبداً، مالي ضدها للمدام كوري. يا سيادة الخواجة أنا بصر على ترشيح بدر البدور لجائزة نوبل بالكيمياء. وأنا أيضاً أصر أكثر منك على أن تمنح بدر البدور جائزة نوبل للكيمياء. أنا أرشح نفسي لجائزة نوبل للطب. وما علاقتك بالطب؟ سلمة عقلك، أنت تعرف عنترة؟ عنترة الأبسي، فارس عنترة الأبسي. طبعا أعرفه جيدا، هو فارس الفوارس وهو يكسح الصحراء ذهابا وإيابا.
حلو. تحفظ شيء من شعره؟ Yes. Yes, of course I do remember. وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي، وهذه هي الأهم، يداوي رأس من يشكو الصداع، فهم؟ أهم شيء هو يداوي. وسيفي معي أو موجود، يبتر الصداع والداء من أصله، ونقوله إحنا اقطع الهبرة تبرة. لما ينفصل الرأس عن الجسد ما يبقى الواحد يحس ولا يشعر لا بألم ولا بأي شيء إلى أبد الآبدين. وهذا العلم علم ورثته أبن عن جد، وأنا اجتهدت فيه وطورته. تمنح جائزة نوبل في الطب للسياب مسرور. أنا برشح نفسي لنال جائزة نوبل بالفيزياء. What is your relation شو علاقتك بالفيزياء عفوا؟ لا 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 يو شلون شو علاقتي؟ أنا أول وحدة بالتاريخ دخلت الكهرباء لجسم الإنسان ودمجت بيناتهم. Where is the proof؟ The proof المحسوس الملموس. كلنا نرشح زبرد كلنا جائزة الفيزياء. إي والله زبرد بتستاهل كلنا. Okay, hold on. ترشيح جماعي. And now, Nobel Prize for Physics is given to Zumurrud. Excuse me, Your Excellency. Yes. It was your idea, but you were always silent. ما رشحتي نفسك ولا رشحتي حدا لأي شيء. ببساطة لأني ما بحب أحكي عن حالي. أنا أرشح شهرزاد السلطانة لنيل جائزة نوبل للأداب. Yes, of course. Yes, of course. فإن كان القائمون على هذه الجائزة سيرشحون نجيب محفوظ على روايته ثرثرة فوق النيل، فأنا أرشح السلطانة شهرزاد لثرثرتها فوق الليالي، فلقد حكت لي حكايات لا تخطر على بال أحد، فأنا أرشحها لنيل جائزة نوبل للأداب. Yes, of course. Yes. أنا صحيح كنت ناوي أنسحب مثل ما عمل جان بول سارتر وبرنارد شو. أنا قبلاني هذا التحدي، مو مشان الجائزة، بس لأني مشتهي أحكي حكاية. So please, put on your mind and start and let us listen to you. في مكان قريب بعيد وفي زمان قديم جديد حدثت هذه الحكاية. وفي إحدى البلاد التي يعيش فيها أهل العباد كانت هناك امرأة. كانت تلك المرأة غاية في الجمال وزينة في العقل والكمال. كانت مضرب الأمثال في حبها لزوجها وحسن العشرة والوصال. وكان زوجها شديد الحب لها، لكنه أيضا كان شديد الحب لبلاده، بلاده المهددة بالأطماع والعدوان وغدر الزمان. وكان فارسا شديد البأس في القتال، يحب الكل والكل يحبونه، وإذا ما هدد بلادهم عدو لئيم كان لهم القائد والزعيم.
وفي يوم من ذات الأيام أفاق العباد من أهل البلاد من النوم والأحلام، وإذ بالعدوان على الأبواب، فهب الزوج الهمام لرد العدوان. وفي وقت من الأوقات بين الكر والفر والتراجع والثبات، عاد الزوج إلى بيته وإلى زوجته ليطمئن عليها وليطمئنها عليه، وليصل من قطع بينهما من الوصل والوصال. وقبل أن يدخل الدار كان العدو له بالمرصاد، فأصابه سهم غدار فرماه قتيلا وترك جثمانه في العراء. وكان الأعداء القصاة يصلبون جثث من يقاومهم على العمدان، على الأخشاب، في الميادين، في الساحات، وذلك ليرهبوا أهل البلاد فيكفوا عن القتال ويستسلموا للاحتلال. أما المرأة فقد أحضرت جثمان زوجها ووضعته في تابوت بالدار، وجلست قربه مكسورة الجناح لا تكف عن البكاء ولا تمل من النواح. وأما من كانوا من أهل البلاد وبعد أن اختفى الزوج ولم يعرفوا كيف اختفى وأين اختفى، فلقد احتالوا في الأمر وذهبت بهم الظنون وعصفت بهم الشكوك. وبعد أن اختاروا من بين ظنونهم الظن الأسوأ والأقرب، وهو أن فارسهم وبطلهم قد اختفى وحيا. وظلت الزوجة الأرملة الحزينة قرب التابوت وعلى هذا الحال تسمع الأقوال وتراقب الأحوال وما آلت إليه البلاد، إلى أن اختلط حزنها على زوجها بحزنها على البلاد وعلى أهلها. وكان من بين هؤلاء الجنود جندي شاب عطش يوما، فما كان به إلا أن ذهب إلى بيت تلك الأرملة الحزينة ودق الباب طالبا الماء للشراب. وحين أطلت عليه ورأى ما هي عليه من جمال وكمال وفتنة رغم حزنها، وعندما أسقته كأس الماء أحس هو أنها لم تسقه سوى كأس الحب والهم. وبعدها لم يعرف هدأة النوم ولا المنام، فراح يلازم بابها ويقول لها ما يقال في مثل هذه الحال طالباً للحب والغرام، إلى أن أهمل واجبه في حراسة الجثث. وشاع خبر المرأة والجندي العدو في البلاد، وصار سيرة يلوكها الخلق والعباد. مع أن المرأة لم تظهر للجندي الود ولم تقابل محاولاته إلا بالصد، إلا أن الناس لهم الظاهر ولا يسبرون بواطن الأمور والسرائر، فرموها بأسوأ الأقوال ولوثوا سمعتها بالأوحال، وهي صابرة على ما تسمع، مقيمة بحزنها قرب جثمان زوجها لا تنام ولا تهجع. ومرت أيام، إلى أن كان يوم جاء فيه الجندي إلى بابها شاكياً باكياً، لا بسبب الحرمان والعذاب من حبه لها، بل مما سيلاقيه من العقاب، لأن جثة من الموكل إليه حراستها قد سرقت عن خشبتها وسيلقى بسبب إهماله سوء العقاب. وهنا رقت المرأة لحال ذلك الشاب، ولكنها أيضاً فكرت بحال بلادها وأهلها وما تلاقيه من سوء العدوان والاحتلال، وما لحق بها من الهوان، وما لحق بذكر زوجها وسمعته، زوجها البطل، من النكران والقسوة والألم. وهذا ما كان، ولكن
دون أن يدري الجندي بما سيكون، ولكنه فرح بهذا الحل وفرح بخلاصه من العقاب، فحمل الجثمان وثبته مصلوبا على الخشبة. وفي الصباح ماذا حدث في الصباح؟ أفاق أهل البلاد من سباتهم العميق، فوجدوا بطلهم وفارسهم وقائدهم جثة مصلوبة على الخشبة في الساحة، فأخذهم الحشر، بل نتموا على سوء الظن وهبوا وانتفضوا لدحر الغزاة وقهر الاحتلال. أما المرأة فكانت تذهب لتقف كل يوم أمام جثمان زوجها المصلوب، تناجيه بعبارات الحب وتعتذر له عن ترك جثمانه في العراء دون تابوت أو قبر. كانت تناجيه ثم تناجيه ثم تناجيه حتى تشعر أنه يبتسم لها عاذرا متفهما قصدها، فتعود أدراجها إلى المنزل لتنتظر ما سيكون. هذا ما حدث وكان في ذلك المكان القريب البعيد وذلك الزمان القديم الجديد. وبعد؟ خلصت الحكاية عندي، الدور الباقي عليكم أنتم. لا وقفلي، هذا يجعلني أصر وألح وأؤكد أن شهرزاد هي التي تستحق جائزة نوبل للأداء. Excuse me and forgive me, I have to announce. علي أن أعلم بأن السلطانة شهرزاد قد فازت بجائزة نوبل للأداء. والآن بعد أن أرحت ضميري ووزعت جوائزي الخمس الأولى هنا في قصر السلطان شهريار، أستطيع أن أقول بأنني سأعود إلى وطني السويد وأموت فوق ترابه وأنا مطمئن البال. Goodbye. Thank you. ليش خجلانة؟ نحن اللي لازم نكون خجلانين منك. اقتربي. شو بكون؟ ليش مستغربين؟ شو ما بدكم تعرفوا بقى انه حكايات ألف ليلة وليلة خلصت؟ ما بدكم تعرفوا انه حكايات الليلة الثانية بعد الألف أصعب؟ بس إذا قدرتوا تفهموها رح تقدروا انه الجائزة بكتير من المرات ما لازم تروح للشخص اللي هو وقاعد ومرتاح عم يحكي الحكاية. مرات كتير الجائزة لازم تروح لبطل الحكاية اللي عاش فيها وعانى منها، عشان هيك هي اللي تستحقها.